يعافيك. السؤال الثالث صديقي الشيخ. نعم. بالنسبة للذهب للأطفال هل عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟ كيف بالنسبة للأطفال؟ مثلا عندي طفلة يجيها هدايا قطع ذهبية. وهذه القطع الذهبية هل يجوز هل عليها زكاة أم أنه لا توجد عليها زكاة؟ نحن نعرف أنه حلي المرأة من ذهب فيها قولان أنه إذا استخدمت للزينة وإذا استخدمت على أساس أنه ممكن أن تستثمرها في المستقبل أنه توجد فيها الزكاة. فبالنسبة للطفلة الرضيع يعني عمرها سنة أو سنتين عندها ذهب هل هذا عليه زكاة أم لا توجد عليه زكاة؟ أولا بصورة عامة الزكاة مثل الصلاة والصيام وسائر الأركان والواجبات لا تترتب على الشخص ما لم يبلغ سن التكليف. يجب أن يبلغ سن التكليف. أيوة. هذه واحدة. والأخرى وهي التي لم تسأل عنها أن التفصيل الذي ذكرته بالنسبة لحلي الذهب هذا ليس له أصل وإنما لا فرق بين حلي للقنية أو للزينة أو للتجارة. مجرد ما يتوفر عند المرأة المكلفة كما قلت لك آنفا حلي فيجب عليه الزكاة بشرط أن يبلغ النصاب. بشرط أن يبلغ النصاب. أيوة. عظيم جزاك الله خير. وإياك. ولذلك فهالبنت أو الطفلة الصغيرة التي فيها معها حلي من الذهب فحينما تبلغ سن التكليف إن شاء الله ثم تتكاثر الهدايا فحينئذ ويبلغ مجموعها النصاب حينئذ عليها أن تخرج الزكاة. وإذا كانت غير متنبهة فينبهها والداها.